السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. اعزائي طلبه الصف الاول الاعدادي الترم الاول، هنشرح بارت 2 في ليسون 2 في يونت 1 اللي هو بعنوان الماتر كونستراكشن. اتفقنا المره اللي فاتت ان الماتر بتتكون من بيلدينج يونتس اسمها مولكيولز. المولكيولز دي خدنا البروبرتيز بتاعتها ان هي المولكيولز ليها فري، ليها موشن ان اول دايركشن، ان ستيت اوف كونتينوس موشن ان اول دايركشن، ان في حاجه اسمها انتر مولكيولر سبيسز امونج ذا مولكيولز اوف ماتر، وان في حاجه اسمها انتر مولكيولر اتراكشن فورس امونج ذا مولكيول اوف ماتر. وقارنا في الحاجات دي كلها في الثلاثه ستيت اوف ماتر سواء سوليد او ليكويد او جاز. المره دي هناخد سكند ايتم والثيرد ايتم في الدرس. السكند ايتم كان الريليشن بتوين تمبريتشر، تمام كده، اوف ماتر and its physical state. كلنا عارفين من الدراسات السابقة يعني ان المطر ليها 3 state سواء solid او liquid او gas، ونقدر by changing temperature نحول المطر. نفكركم بس بالحتة دي، خدنا احنا الدرس ده او الحتة دي في السنوات السابقة، ان المطر سواء solid او liquid او gas دول الثلاثة state of matter. واشهر example علينا هنا الووتر. تعال نشوف كده الووتر لما نغير التمبريتشر بتاعتها الاربعة بروسيس دول اسمهم ايه وهيحصل فيهم ايه. كلنا عارفين ان الووتر في liquid state لو عملنا لها فريزنج يعني ديكريزنج تمبريتشر، الدايركشن ده كده كولينج يعني لوس ثيرمال انرجي، او ديكريزنج تمبريتشر هنا انكريزنج تمبريتشر في الدايركشن ده. فلو بدانا من نص كده، لو خدنا الحاجه الليكويد اللي هي ووتر فور اكزامبل، عملنا لها ديكريزنج تمبريتشر، بروسيس دي اسمها فريزنج، وهتتحول ساعتها من ليكويد الى سوليد. عكس الكلام ده، عكس الفريزنج اللي هو ميلتنج، كده هنعمل هيتنج من هنا لهنا، نحول المطر من سوليد لليكويد عن طريق انكريزنج تمبريتشر، البروسيس دي اسمها ميلتنج. نروح الناحيه الثانيه، كده انكريز تمبريتشر، لو جبنا الووتر وسخناها هيحصل لها ايفابوريشن بروسيس او فابورايزيشن بروسيس، وهتتحول من ليكويد لجاز. عكس الفابورايزيشن هي كوندنسيشن، لو جبت الووتر فيبر وعرضته لديكريزنج تمبريتشر اي كولد سيرفيس كده هيتحول لووتر دروبس يعني ليكويد يعني. فممكن الكوندنسيشن باي كولينج يحول الحاجه الجازوس الى حاجه ليكويد. الكلام ده احنا خدناه قبل كده. اللي هناخده دلوقتي، هنشوف بقى دلوقتي انا لما تشينج التمبريتشر، اوكي، ايه اللي هيحصل في الفيزيكال ستيت اوف ماتر؟ ازاي هتتغير من فورم الى فورم او من ستيت الى ستيت؟ تعالوا كده نشوف اون هيتنج سوليد سبستنس. لو جبنا سوليد سبستنس وعملنا لها هيتنج، ايه اللي هيحصل؟ اي حاجه بتاخد ثيرمال انرجي بتزيد عندها الكاينتيك انرجي. لعبت الكوره كده قبل ما ينزلوا الماتش بيعملوا ايه؟ بيسخنوا. ليه بيسخنوا؟ عشان ينزلوا الماتش يقدروا يجروا بسهوله. يعني الثيرمال انرجي دي تتحول عندنا الى ايه؟ كاينتيك انرجي. طب انا لو جبت حاجه سوليد، لو جبت سوليد سبستنس وعملت لها انكريزنج تمبريتشر اهو هيتنج، عمال اسخن فيها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان المولكيولز هتبتدي جين ثيرمال انرجي، عمال اسخن فيها. الثيرمال انرجي دي اللي هتاخدها هتتحول الى ايه؟ الى كاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي يعني موشن، يعني المولكيولز هتبتدي تتحرك. امتى؟ عند الميلتنج بوينت، صح كده؟ تمام. طيب لما المولكيولز تاخد ثيرمال انرجي وتتحول لكاينتيك انرجي وتبتدي تتحرك عند الميلتنج بوينت، طب لما تبتدي تتحرك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان السبيد بتاع المولكيولز هتزيد. طب لما السبيد بتاع المولكيولز ايه اللي هيحصل؟ هتتغلب على عند الميلتنج بوينت طبعا، هتتغلب على الانتر مولكيولر اتراكشن فورس. الانتر مولكيولر اتراكشن فورس هتبقى ايه؟ ضعيفه، صح كده؟ وبالتالي الانتر مولكيولر سبيسز ايه اللي هيحصل فيها؟ هتزيد اهو، اند بيكم مور فريلي. الله، يعني احنا تحولنا، نرجع كده حته، يعني احنا تحولنا، يعني احنا كنا هنا. طب الانتر مولكيولر فورس، خلينا بدي الانتر مولكيولر فورس كانت في السوليد فيري سترونج، طب انا تغلبت عليها بقت ويك. طب الانتر مولكيولر سبيسز اللي كانت صغيره، ما انا عمال اتحرك فبقت ايه؟ فبقت ريلاتيفلي لارج. الله، يعني انا كنت هنا فكنت سوليد، بقيت هنا فبقيت ليكويد، صح كده؟ تمام. يبقى بالتالي في سماتر ستيت هتتحول الى ليكويد ستيت، والبروسيس دي زي ما احنا لسه قايلين اسمها ايه؟ اسمها ميلتنج. تمام، افكركم ان الميلتنج بروسيس هي اللي تشينج اوف ماتر فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت باي انكريزنج تمبريتشر او باي هيتنج. نفس الكلام بالظبط هيحصل في الليكويد سبستانس لما اسخنها عشان تتحول الى ايه؟ الى جاز. والسبستانس نفس الكلام، الليكويد سبستانس اون هيتنج المولكيولز جين ايه؟ جين ثيرمال انرجي. طب الثيرمال انرجي دي لما انا اخدها ايه اللي هيحصل كمولكيول؟ هيبتدي الكاينتيك انرجي بتاعتي تزيد. كاينتيك انرجي يعني هتحرك، يعني موشن.
ذا سبيد اوف ذا مولكيولز انكريز. ونفس الكلام بقى اللي حصل لما زود السبيد بتاع المولكيولز طبعا عند الفابورايزيشن بوينت او البويلنج بوينت، صح كده؟ اتس ا بويلنج بوينت. ايه اللي هيحصل؟ المولكيولز هتبتدي السبيسز بتاعتها تكبر واوفر كام الاتراكشن فورس، اوفر كام الانتر مولكيولر اتراكشن فورس اللي هتبقى ضعيفه، والانتر مولكيولر سبيسز هتزيد. نرجع تاني كده نشوف اهي. طب انا كنت هنا دلوقتي كانت الانتر مولكيولر اتراكشن فورس ويك، بقت فيري ويك. طب الانتر مولكيولر سبيسز كانت لارج، بقت فيري لارج. يعني انا كنت ليكويد بقيت جاز، صح كده؟ ماشي. سو ذا مولكيولز بيكام ايه؟ جاز اهو، اسكيب ان ذا فورم اوف فيبر او جاز. ذيس بروسيس از نون ذات is known as vaporization process او evaporation process. يبقى هي الفابورايزيشن بروسيس او evaporation process. It is the change of matter from liquid state to gaseous state by heating، صح؟ وده رسم توضيحي برضو للبروسيس اللي انا لسه قايلها. ادي حاجه سوليد كانت الانتر مولكيولر سبيس صغيره جدا اهي، والانتر مولكيولر اتراكشن فورس قويه جدا، عمال اعمل لها هيتنج، هو اديها ثيرمال انرجي. يحصل الكلام اللي انا لسه قايله ده حالا. وبعدين ايه اللي يحصل بقى؟ بصوا كده الانتر مولكيولر سبيس زادت ازاي. بصوا هنا ما فيش صغيره عشان كده كانت سوليد، هنا بقت كبيره. طب الاتراكشن فورس هنا كان قوي، هنا بقى ايه؟ ويك. فالمطر اتحولت اهي من سوليد ستيت الى ليكويد ستيت. هنا نفس الكلام، اللي تحت ده الليكويد واللي فوق ده الجاز. فبالتالي بصوا كده في الليكويد الانتر مولكيولر فورسز اهي عمال اعمل لها هيتنج، صح كده؟ فهنا كانت الانتر مولكيولر سبيسز يعني نقدر نقول لارج، هنا بقت فيري لارج. الانتر مولكيولر اتراكشن فورس كانت ويك، هنا بقت فيري ويك. اتحولت المطر اهي من الليكويد ستيت الى الجازوس ستيت. انفورميشن مش داعي نرجع ودول الاربعه بروسيس اللي احنا قايلين عليها. نخلينا بالنا بس عشان ايه؟ نعرف ان الميلتنج از ريفرس، عكسها يعني الفريزنج، والفريزنج الريفرس بتاعها او العكس بتاعها ميلتنج. نفس الكلام كوندنسيشن عكسها الفابورايزيشن، والفابورايزيشن عكسها كوندنسيشن. اوكي طيب، تعالوا نشوف سؤالين ثلاثه كده تو تشيك اور اندرستاندينج. جيف ريزون، ليه الفوليوم اوف ميكتشر اوف ووتر اند الكول از ليس ذان ذا سم اوف ذير فوليومز بيفور ميكسينج؟ الصم بتاعهم بالماء بالماثيماتكس كده بالرياضيات كده هيطلع رقم معين، لما نعمل مش هيطلع الرقم ده، صح؟ هيطلع اقل من ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، عشان صم مولكيولز من السايد الكول او من الكول انتر ذا انتر ان ذا انتر مولكيولار سبيسز، وصم مولكيولز من الوتر انتر ان ذا انتر مولكيولار سبيسز، صح كده؟ طيب جيف ريزون، ديسابيرنس اوف ليتل اماونت اوف تيبل سولت، جربنا شويه ملح كده يعني في شويه ميه، صح كده؟ وين ات بوت ان بيكر كونتيننج ووتر، لو جبنا شويه ملح حطيناهم في كوبايه ميه هتلاقيهم اختفوا. هنا بيريود اوف تايم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الووتر التيبل سولت كده ديسوشيتد ان ووتر، هيتكسر في الووتر لمولكيولز صغيره، والمولكيولز ار ان ستيت اوف كونتينوس موشن ويز اوفر ذا ووتر اند ديسابي، صح كده؟ تمام. طب تعالوا نعمل كومبليت لل The attraction force between water molecules اللي هي liquid ها is ايه بقى؟ more than ولا less than that between water vapor اللي هو gas. طبعا ال intermolecular attraction force في liquid is more than فين؟ في الجاز. اوكي. The attraction force between iron molecule اللي هو solid، ال attraction force هنا ايه؟ very strong. The melting process reverse the، انا لسه قايل الميلتنج عكسها ايه؟ الريفرس بتاعها عكسها freezing. اوكي. اون هيتنج ليكويد سبستانس، لما سخن حاجه ليكويد، البروسيس دي اسمها ايه؟ انهي بروسيس؟ اسمها ايفابوريشن بروسيس، ايفابورايزيشن بروسيس. اوكي. العنوان الثالث عندنا في هذا الليسون هو مطر الملوكيوز. انت بتقول لي يا عم المطر بتتكون من ملتي ميلز اسمه ملوكيوز، طب يا ترى دروب اوف ووتر مثلا لو تطلع يعني سمحها فيها فيها كم ملوكيوز؟ فيها ملايين ملوكيوز. يقول لك دروب اوف ووتر از كومبليت مليون طب المولكيولز اوف ا سبستانس ار الايك ان بروبرتيز، ولكنهم مختلفين عن المولكيولز بتاعه
other substance. يعني لو بتكلم على الووتر مولكيولز، كل الووتر مولكيولز زي بعض، اهي 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 كلهم زي بعض، وكلهم عباره عن H2O. هنشوف يعني ايه H2O دي كمان شويه. اوكي، يعني الووتر مولكيول ده زي الووتر مولكيول ده زي الووتر مولكيول ده زي الووتر مولكيول ده، بس اي ووتر مولكيول مش شبه اي مولكيول بقى لاي حاجه تانية. يعني مش شبه الكربون دايوكسيد مولكيول، مش شبه الاكسجين مولكيول، مش شبه الكلورين مولكيول، مش شبه الايرن مولكيول. صح، كل الايرن مولكيول زي بعض ولكن مش شبه اي حاجه تانية. كل الكربون دايوكسيد مولكيولز زي بعض ولكن مش شبه حاجه تانية. صح كده، نقرا الجمله دي تاني بعد ما فهمناها كده. المولكيولز اوف وان سبستنس، اي سبستنس المولكيولز بتاعتها كلها ار الايك ان بروبارتس، شبه بعض في البروبارتس. صح كده، المولكيول ده وده 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 ده كل دول بتوع ووتر يبقى كلهم زي بعض، ولكن هم ديفر فروم زوز اوف اذر سبستنس. مفيش بقى اي مولكيول تاني زي ده لاي سبستنس تانيه. الووتر H2O مولكيول اهو، ولكن مفيش حاجه تانيه H2O. صح كده، تمام. طيب ايه بقى H2O يا مستر؟ ده المولوكيول اوف ووتر، ده كله على بعضه هي دي الووتر. ها طيب، ما انا شايف يا عم وائل ان فيها دي حاجات بتتكون من حاجات اهي. ايه بقى الحاجات دي؟ اسمها اتوم. يبقى المولوكيول ار كومبوزد اوف فاندامنتال او التيني ستراكشرال يونت اسمها ايه؟ اسمها اتوم. يعني افهم من كده ان المولوكيول بتاع الووتر ده شايفينه بيتكون من 1 اكسجين اتوم و2 هيدروجين اتوم. يعني في 3 اتوم هم ماسكين مع بعض عشان يعملوا له مولوكيول. مين؟ مولوكيول الووتر. صح كده، ايه هم الثلاثه اتوم دول؟ 1 اكسجين اتوم و2 هيدروجين اتوم. صح، يبقى شفنا هون ان المولوكيول بيتكون من بيلدينج يونت اصغر منه اسمها ايه؟ اسمها اتوم، الذره. صح كده، تعالوا نشوف الكلام ده بقى ايه يعني برسمه توضيحيه كده. ادي السبستنس المطر الكبيره اهي، المطر الكبيره دي بتتكون من بيلدينج يونتس اسمها مولوكيول، كومبوزد اوف مولوكيول. ادي مولوكيول 2 3 4 100 مولوكيول اهوت ولا 1000 مولوكيول اهم، زي ما انت شايفين كلهم زي بعض. لما اخد مولوكيول واحد كده هلاقيه بيتكون من كذا اتوم زي ده كده. ده شكل الاتوم اللي هناخده في الليسون الجايه ان شاء الله. اوكي طيب، كايند اوف مولوكيول، ايه بقى كايند اوف مولوكيول ده مستر؟ انت بتعقدنا ولا ايه؟ خالص، الموضوع بسيط جدا جدا. تعالوا نشوف ايه كايند اوف مولوكيول. مش انت بتقول لي المولوكيول يا عم بيتكون من اتوم؟ ايوه بيتكون من اتوم. طب نرجع للصفحه اللي فاتت دي كده. طب بصوا مولوكيول الووتر كده يا شباب، مولوكيول الووتر بيتكون من 3 اتوم اهم. هل الاتوم اللي عامله مولوكيول الووتر دي سيميلر ولا ديفرنت؟ يعني كلهم زي بعض الاتوم دي ولا لا؟ ده بتتكون من 1 اكسجين اتوم و2 هيدروجين اتوم، ده مش متشابهين يا مستر. لا لا، ده فيها هيدروجين اتوم اتنين وفيها اكسجين اتوم. يعني الاتومز سيميلر في المولوكيول ده ولا لا؟ لا مش سيميلر. صح كده، يبقى هنا ده كده كايند من المولوكيول اسمه كومباوند مولوكيول. هنيجي نشوف نوع تاني، هنلاقي نوع تاني من المولوكيول، هنلاقي ان المولوكيول بيتعمل من سيميلر اتوم زي الاكسجين مولوكيول. الاكسجين مولوكيول بيتعمل من O2، O2 يعني اتنين اكسجين اتوم، يعني الاثنين اكسجين اتوم دول مش زي بعض. اه زي بعض، يبقى هنا ده المولوكيول اللي اتعمل من سيميلر اتوم هسميه element molecule. صح كده، يبقى في تو كايند اوف مولكيول، نوع اسمه element molecule، هتقول لي ده المولكيول اللي بيتعمل من سيميلر اتومز. صح كده تمام، هتقول لي في نوع تاني اسمه كومباوند مولكيول. ايه يا عم وائل كومباوند مولكيول ده؟ كومباوند مولكيول ده المولكيول اللي بيتعمل من at least two ماشي فور ديفرنت اتوم، ماشي ما عنديش مشكله خالص، المهم at least two different atoms. صح كده. الاليمنت مولكيول، تعالى نتكلم على ده كلمتين وده كلمتين ونعرف اكزامبل. تمام، الاليمنت مولكيول، هتقول لي الاليمنت مولكيول ده الاليمنت مولكيول ده فورمد اوف سيميلر اتوم، ممكن تكون 1 اتوم وممكن تكون 2 اتوم وممكن تكون 3 اتوم. صح كده، يبقى سيميلر اتوم سواء 1 او اكتر من 1 ذات كومباين توجذر، يعني ايه؟ ماسكين مع بعض اتوم او اكتر، بس المهم يكونوا سيميلر. وده هو السمبلست بيور فورم اوف ماتر. صح كده، اللي كان which can not be analyzed chemically into simpler compound. انا ما اقدرش افصلهم الى simpler compound by simple chemical method، عشان احنا ممكن نعمل chemical reactions وكده نفصلهم ونعمل تانيه كتيره كمان، بس الموضوع اكبر مننا شويه في الحته دي. يبقى الاليمنت ده السمبل بيور فورم اوف ماتر، هو ده البيور، مفيش زي الاكسجين O2 2 اكسجين اتوم بس مفيش حاجه تانيه. انما H2O ده الووتر ده مش بيور، ما انت عندك H معوض H لوحده وكل واحد. صح كده تمام، يبقى الاليمنت اللي هو بيتكون من سيميلر اتوم السمبل بيور فورم اوف ماتر ده الحاجه المنطقيه من الماتر، which can not be analyzed، انت مش قادر تكسرها كيميكالي انتو سيمبلر فورم، ده اسهل حاجه
سمبل، تمام؟ طبعا باي سمبل كيميكال ميسو. طيب الاليمنت مولوكيول انت بتقول لي سيميلر اتوم، طب ما ممكن المولوكيول نفسه يتكون من اتوم واحد، وممكن المولوكيول يتكون من تو اتوم، وممكن اكتر، بس احنا مش هناخد غير 1 و2. يعني عايز تقول لي الاليمنت مولوكيول بيتكون من سيميلر اتوم او 1 اتوم بس، اهو اونلي 1 اتوم. زي مين بقى اللي بنسميها مونو اتوميك؟ اتوميك مونو يعني واحد، اتوميك يعني مونو اتوميك يعني المولوكيول بيتكون من 1 اتوم، هو 1 اتوم المولوكيول. زي مين؟ زي النوبل جاز وليكويد وحيد. النوبل جاز دي اللي هم مين، او الانرت جاز، هناخدهم بالتفصيل بعد كده يا شباب، نحفظهم بس دلوقتي. النوبل جاز زي الهيليوم والارجون والنيون والكريبتون والزينون والرادون، وفي تاني بس يعني كفايه علينا دول. اوكي، ادي النوبل جازز دي المولوكيول بتاعتها بيتكون من 1 اتوم، هنعرف ليه كمان شويه في الدرس الجاي ليه المولوكيول بتاعهم بيتكون من 1 اتوم. ليكويد وحيد مونو اتوميك يعني المولوكيول بتاعهم بيتكون من 1 اتوم، هو الميركري. اوكي، طيب هل في اليمنت بتتكون من اكتر من 1 اتوم؟ اه، في اليمنت بتتكون من 2 اتومز، طبعا 2 سيميلر اتوم، صح كده، لازم تكون سيميلر، 2 سيميلر اتوم بنسميها داي اتوميك. داي باللاتيني يعني 2 اتومز، داي اتوميك، صح كده. طيب مين هم؟ هنا كان النوبل جاز، هنا بقى الاكتيف جاز. الاكتيف جاز اللي هم مين؟ اللي هم الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين. اوكي تمام، وليكويد وحيد اللي هو مين؟ البرومين. يعني البرومين مع برومين يمسكوا مع بعض عشان يعملوا البرومين مولوكيول. هنا اكسجين يمسك مع اكسجين اتوم، يعني تمسك مع اكسجين اتوم عشان يعملوا لي اكسجين مولوكيول. هنا نيتروجين اتوم تمسك مع نيتروجين اتوم عشان يعمل لي نيتروجين مولوكيول. هنا هيدروجين اتوم تمسك مع هيدروجين اتوم عشان تعمل لي هيدروجين مولوكيول، صح كده. يبقى المولوكيول بتاع الهيدروجين مثلا اتعمل من 2 هيدروجين اتوم، ادي 2 سيميلر اتوم اهم، صح كده، تمام. اوكي، تعالوا نشوف كده يعني رسمه توضيحيه ليها. بصوا دي اكسجين اتوم ودي كمان اكسجين اتوم، صح كده. الاكسجين اتوم دي تمسك مع الاكسجين اتوم دول عشان يبقوا ماسكين مع بعض كده، ويبقى ده اكسجين مولكيول. اكسجين مولكيول هم اتنين اكسجين اتوم، اتنين سيميلر هم ماسكين في بعض، عشان كده ده بسميه element مولكيول، صح كده، تمام. طيب دي تجميع عشان بتيجي كتير في الاسئله كده. نوت ان الميركري كليكويد بيتعمل من 1 اتوم اهو، which is composed of 1 اتوم، انما البرومين كليكويد بيتعمل من 2 اتوم، which is composed of 2 اتوم، صح. طيب قلنا المره اللي فاتت في الحته اللي فاتت دي اهي، نرجع كده تاني اهي، قلنا النوبل جاز بتتعمل من 1 اتوم والاكتيف جاز بتتعمل من 2 اتوم، صح. نجمعها اهي، the molecules of active gases are two diatomic يعني بتتعمل من two atom، while molecules of inert gases are monoatomic يعني بتتعمل اكسجين جاز is an active gas، اهو الاكزامبل بتاعها، ادي active gas بتتعمل من two atom زي ما انتم شايفين، صح كده. طيب نرجع تاني كده، احنا قلنا kind of molecules، في element molecule وcompound، اتكلمنا على element ان هو بيتعمل من similar atom. ما تيجي نشوف الكومباوند بقى. طيب قبل ما نروح للكومباوند، الاليمنت ده انا لسه بقول السيمبل بيور فورم اوف ماتر، يعني مفيش سيمبل عنه، صح كده، يعني ده الاساس، تمام. وعددهم في الكون معروف، هناخدهم بعد كده السنه الجايه ان شاء الله. عددهم في الكون معروف هما 118 اليمنت، 118 اليمنت عددهم في الكون ثابت لن يتغير، ولو تغير العالم كله هيقول حدث، اكتشفنا اليمنت جديد يا جماعه، ها. فالاليمنتس لن تتغير، عددها ثابت في الكون 118 اليمنت، ربنا اللي خلقهم، صح؟ اوكي، طب ندخل على الكومباوند بقى. الكومباوند مولوكيول ايه يا جماعه؟ الكومباوند مولوكيول هتقولي ده المولوكيول اللي بيتعمل من كومباينيشن اوف اتومز اوف تو اور مور ديفرنت اليمنت، صح كده؟ اهي The compound molecule is formed of different atoms that combine together. يبقى لو عايزين ندي definition هم الكلمتين دول اهي، تقول substance او المطر which is formed from combination of atom of two or more different element. ايه بقى الجمله الاخيره الرخمه دي خالص؟ دي مش رخمه خالص، with constant weight ratio. يعني ايه with constant weight ratio؟ يعني نسبه ثابته، زي الووتر كده. نرجع نشوف الووتر كده قبل ما نشرح الحاجات، نرجع نشوف الووتر كده. ادي الووتر معمول من H2 وO، صح كده، يعني اثنين هيدروجين وواحده اكسجين اتوم، صح، يعني كومباوند اهو، ما هو ديفرنت اتومز اهي، صح كده. هتيجي تقول لي يعني ايه بقى كونستانت ويت ريشيو؟ يعني انا دايما عشان اعمل مولكيول الووتر عايز اثنين هيدروجين اتوم وواحده اكسجين اتوم. طب انا معايا مستر اثنين هيدروجين اتوم واثنين اكسجين اتوم، اقول لك انا عايز كونستانت ويت ريشيو، انا هاخد اثنين هيدروجين وواحده اكسجين اتوم وخد انت الباقي، انا ماليش دعوه بيه، انا مش هينفع اعمل حاجه بالاو زياده اللي معاك دي، خدها انت، صح كده. طب معايا مستر 3 هيدروجين وواحده اكسجين، اقول لك انا هاخد 2 هيدروجين اتوم وواحده اكسجين، الكونستانت ويت ريشيو بتاعتي اهي، وانت خد الباقي انا مش عايزه، صح كده، تمام. عرفنا يعني ايه كونستانت ويت ريشيو؟ عندك 2 اكسجين
واحده هيدروجين، ده ما ينفعش يعمل بيهم اي حاجه. الووتر مولوكيول مش هيتعمل باثنين اكسجين واحده هيدروجين، لا انا عايز اثنين هيدروجين وواحده اكسجين. عرفنا يعني ايه كونستانت ويت ريشيو؟ اوكي تمام. تعال ناخد اكزامبل. طبعا انا عندي مشكله بقى في الكومباوندز دول. ايه هي؟ ان الكومباوندز دول انا لسه قايل الاليمنت عددهم ثابت في الكون مش هيتغير، 118 صح كده. انما الكومباوند بقى ده انا عندي عدد كاونتلس لا نهائي. ده انت جبت لي هنا هيدروجين مع كلورايد، هيدروجين كلورين مولوكيول. طب انا ممكن اجيب لك هيدروجين مع برومين، ممكن اجيب لك هيدروجين مع ايودين. ادي 3 4 اهو، احنا لسه ما اتحركناش. عددهم كام دول بقى كاونتلس؟ ما عندهمش عدد. اوكي يعني انا ممكن اعمل الميكتشر اللي انا عايزه صح كده، ممكن اجيب اي حاجه مع اي حاجه واخليها تمسك مع بعض، وبالتالي عندي احتمالات كتيره جدا ملهاش عدد. اوكي تعالوا ناخد الثري اكزامبل دول، والثري اكزامبل طبعا اكتر منهم يعني اكتر من اكزامبل الكومباوندز مفيش، انا هلتزم بس باللي جوه المنهج، مش عايز نحفظ غير الثلاثه دول. اوكي تعالوا نشوف كده، ومفيش اي حاجه حفظ فيه، بس يعني 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 نشغل مخنا نلاقي الموضوع بسيط جدا. تعالوا نشوف كومباوند كده هيدروجين كلورايد مولكيول، الكيميكال فورمولا بتاعته اهي، وهناخد الكلام ده بعد كده بالتفصيل. هيدروجين اهو اتش، كلورايد سي ال اهي صح، يعني من اتش سي ال دي انا اقدر اقول هيدروجين كلورايد جاي من الاسم اهي، واقدر اعرف بيتكون من كام اتوم. بيتكون من هيدروجين اتوم اهي ماسكه مع كلورين اتوم اهي صح كده، لما دي تمسك مع دي يبقى منظرهم عامل كده، يبقى ده الهيدروجين كلورايد مولكيول. طيب ممكن تقولوا له هنا يا شباب الهيدروجين كلورايد مولكيول بيتكون من كام اتوم؟ واحد اتنين تو اتوم اهو، ات كونسيست اوف تو اتوم. طب كام اليمنت؟ ادي هيدروجين اليمنت وادي كلورايد اليمنت، يبقى كام اليمنت؟ اتنين اليمنت صح، يبقى ات كونسيست اوف تو اتوم اوف تو ديفرنت اليمنت، اللي هم مين؟ اللي هم الهيدروجين اليمنت والكلوراين اليمنت صح كده. طب نشوف اكزامبل تاني، ووتر مولكيول كلنا حافظين ان الووتر اتش 2 او صح كده تمام. يعني ايه اتش 2 او؟ يعني ادي اتنين هيدروجين اتوم اهو، تو هيدروجين اتوم اهي صح كده، مسكت مع اكسجين اتوم، ادي اكسجين اتوم، الثلاثه دول يمسكوا مع بعض ويعملوا المولكيول اللي انت شايفه ده، اللي هو مين؟ ووتر مولكيول صح. ده ليه بروبارتيز اوف ووتر، ده ملوش بروبارتيز اوف ووتر، وده ملوش بروبارتيز اوف ووتر، ده ملوش اي علاقه بالووتر، وده ملوش اي علاقه بالووتر، ده هو الووتر صح كده تمام. طيب ما تيجي نشوف كده ات كونسيست اوف كام اتوم؟ ادي 1 اتوم 2 اتوم 3 اتوم صح، ات كونسيست اوف 3 اتوم. طب كام اليمنت؟ ادي هيدروجين اليمنت وادي اكسجين اليمنت، يبقوا كام اليمنت؟ 2 اليمنت 2 ديفرنت اليمنت صح. هو حد يقول لي هيدروجين وهيدروجين، ما هيدروجين زي الهيدروجين بالظبط، ما اقدرش اعتبر دول، ما اقدرش اعتبر دول 2 ديفرنت اليمنت، لا هو 1 اليمنت وده الاليمنت الثاني، يبقى دي اليمنت اسمه هيدروجين وادي اليمنت اسمه اكسجين. انما كعدد دول 2 عدد، اه دول ما اقدرش ما احسبهمش 2، لازم احسبهم 2، وده الثالث يبقى دي 3 اتومز، ولكن هم 2 ديفرنت اليمنت صح كده. نشوف الاكزامبل ده هيوضح لنا اكتر. امونيا مولكيول، الامونيا ده جاز ليه ريحه كده اوفنسيف، زي ريحه النشادر كده. اوكي ماشي، امونيا مولكيول اللي هو NH3، من هنا من السيمبل بتاعه NH3، يعني 1 نيتروجين اتوم اهي، 1 نيتروجين اتوم ماسكه مع 3 هيدروجين اتوم، 1 2 3 والثلاثه دول هيدروجين اتوم صح. لما النيتروجين اتوم يمسك مع الثلاثه هيدروجين اتوم ده يعملوا لي المولكيول اللي انت شايفه ده، اللي هو NH3 اللي هو امونيا مولكيول صح كده. طب ما تيجوا نعد كام اتوم؟ اتوم 1 اتوم 2 اتوم 3 ودي كمان اتوم، يبقى دي 4 اتوم، ات كونسيست اوف 4 اتوم. كام اليمنت؟ ادي اليمنت اسمه نيتروجين وده كله كده اليمنت اسمه هيدروجين، يبقى كام اليمنت؟ طبعا 2 ديفرنت اليمنتس اهو، يبقى ات كونسيست اوف 4 اتوم اوف 2 ديفرنت اليمنتس. سهل الكلام. يعني الارقام دي مش للحفظ خالص، الارقام دي لو انت عارف ان اتش 3 هتعرف تحسب الارقام دي كام بالظبط جدا جدا. اوكي طيب ايه، تعال بقى نشوف حته مهمه جدا. ليه البروبرتيز اوف مولكيول اوف سبستانس ار ديفرنت فروم ايتش اذر؟ ليه البروبرتيز بتاعه المولكيول بتاعه الووتر مثلا مختلفه عن البروبرتيز بتاعه المولكيول بتاع الامونيا مثلا، او مختلفه عن البروبرتيز اوف مولكيول اوف اكسجين جاز مثلا صح كده؟ لان المولكيولز بتختلف مع بعض في ايه؟ نرجع نشوف كده بتختلف مع بعض في ايه. بتختلف مع بعض في النمبر اوف اتوم، اهو ده معمول من 2 اتوم وده معمول من 4 اتوم، والنمبر اوف اليمنت كمان ده معمول من 2 ديفرنت اليمنت، في حاجات تانية معموله من 4 ديفرنت اليمنت صح كده. والكايند اوف اتوم، دي كلورين اتوم ودي هيدروجين اتوم، انما دي اكسجين اتوم ودي اكسجين اتوم ودي هيدروجين اتوم. ثالث حاجه هم مختلفين فيها، ثالث حاجه هم مختلفين فيها ايه؟ اوف كومباينيشن بتوين ذم. يا ترى الاتوم دي لو انتوا خدتوا بالكم انا ماسكها مع بعض بطريقه معينه، بص جبت الاكسجين حطيت الهيدروجين هنا والهيدروجين هنا، ما حطيتهمش الاثنين لازقين في بعض في الحته دي صح، او دي لازقه في دي مثلا صح،
هي ليهم طريقه معينه في الكومباينيشن مع بعض. دول برضو انا لما جيت مسكتهم كده مع بعض النيتروجين، لما جيت عملتها كومباينيشن مع الثري هيدروجين، انا ماسكهم بالطريقه دي ولا طريقه غيرها، صح كده؟ هناخد الكلام ده بعد كده في حاجه اسمها كيميكال بوند، بس هنمشيها دلوقتي كده كمعلومه نبقى عارفين ان الوي اوف كوميونيكيشن ده مهم، هم ماسكين مع بعض ازاي، صح كده؟ تمام. يبقى المولكيولز فاريز فروم ايتش اذر ايه؟ في النمبر اوف اتوم والتايب او الكايند اوف اتوم، وازاي الاتوم دي عامله كومباينيشن بتوين اتش، صح كده؟ طيب اخر حاجه عندي، تعالى نعمل كومباريزون كده بتوين اليمنت وكومباوند. تعالى نعمل كومباريزون بتوين الاثنين، طبعا مولكيول اليمنت مولكيول، كومباوند مولكيول. احنا قلنا الاليمنت ده الاتومز فيه سيميلر ولا ديفرنت؟ طبعا سيميلر، تمام. والكومباوندز دول الاتومز فيها مالهم؟ ار ديفرنت. ودول عددهم ثابت في الكون، قلنا 118 اليمنت، هناخدهم بعد كده بالتفصيل في المراحل القادمه ان شاء الله. ودول عددهم قد ايه؟ قلنا دول كاونتلس. انا اقدر اجيب اي 2 element او اي 3 element واعمل لهم ميكسنج مع بعض وكومباينيشن مع بعض يدوني كومباوند، صح؟ تمام. تعال نشوف الكومباريزون كده. الديفينيشن، element قلنا it is the simplest pure form of matter which cannot be analyzed، ما اقدرش اكسرها chemically into simpler form، هي simpler form طبعا by simple chemical method، عشان كل حاجه تقدمت دلوقتي وانا اقدر العب فيهم زي ما انا عايز، اوكي؟ انما هنا الكومباوند it is a substance which is formed from combination of atoms of two or more different elements، على الاقل عايز two different elements، صح كده؟ وقلنا يعني ايه constant weight ratio. طيب الاتوم، الاتوم هنا مالها؟ زي بعض similar، الاتوم هنا لازم تكون different، اوكي؟ الاكزامبل، اديني اكزامبل من الاليمنت اللي احنا سالينه. هيدروجين element اللي بيتكون من اثنين هيدروجين اتوم، اوكسجين element بيتكون من اثنين هيدروجين اتوم، المونيوم element، سلفر element، كله بيتكون من similar atom، صح كده؟ اديني اكزامبل للكومباوند، الاكزامبل اللي احنا لسه شارحينهم المره اللي فاتت دول، نرجع كده اهو، اهم الاكزامبل دول مش عايز غيرهم، هيدروجين كلورايد مولكيول، ووتر مولكيول، امونيا مولكيول، غير دول في ملايين، قلنا كاونتلس، صح كده؟ يكفيني بس الثلاثه اكزامبل دول. ووتر مولكيول ده كومباوند، هيدروجين كلورايد مولكيول، كربون دايكسايد مولكيول، كربون دايكسايد سي او 2، يعني 1 كربون اوكسيد، 1 كربون اتوم واثنين اوكسجين اتوم. ماشي. عندنا امونيا مولكيول اللي هو NH3، اوكي يا شباب. والسيمبل واسم الكومباوند بيتحفظ، السيمبل بتاعته يتحفظ، يعني هيدروجين كلورايد HCl، ووتر مولكيول H2O، H2O دي هي مفتاح الحل، انا اهم من كلمه ووتر، اهم من كلمه ووتر مولكيول H2O مولكيول، اوكي. امونيا مولكيول NH3 مولكيول، اهم من كلمه امونيا مولكيول NH3 مولكيول، اوكي. اوكي قلنا عددهم في الكون زير نمبر، عددهم في الكون الاليمنت 118 اليمنت مش هيتغيروا، عدد الكومباوندز في الكون كاونتلس، اوكي. امل ان الدرس يكون لذيذ ومفهوم، ده بدايه شغلنا في الكيمياء ان شاء الله. الدرس يتذاكر كويس عشان المره الجايه هنكمل عليه ونعرف الاتوم بتتكون من ايه. نذاكر وان شاء الله اديك فرصه تذاكروا، هنزل لكم شويه اسئله كده نحلها مع بعض على هذا الليسون. السلام عليكم، الى أن نلتقي في الحلقات القادمة. السلام عليكم.